بين أنشطة رياضية ورقص وموسيقى. سعى القائمون على مبادرة شهيق زفير إلى التركيز على فكرة دمج أطفال متلازمة الحب داون مع الأطفال في مركز الصنوبر للأمانة السورية للتنمية ضمن فعالية فرح الطفل. هي مبادرة خلينا نسميها نحن مبادرة فرح الطفل او سوا نعيد مع بعض. نحن حاولنا نكون موجودين نحن بهالمكان بالذات مشان ندمج نحن الاطفال المتلازمة داون مع اطفال الاصحاء مشان يكونوا بحالة سوية. فأكيد هذا العمل اذا عملناه نحن وكل الناس فهموه صح مزبوط اكيد بنوصل نتيجة مزبوطة. نحن هون جايين هون عشان بسيط نلعب ونرقص وهلا بدي احكي لكم رقصي كثير حلو. شو في العاب كمان عم تلعبوا؟ هلا العب بالونات، هلا سويتي في لعبه ثانيه. مبسوطه ولا لا؟ مبسوطه. انا لعبت لعبه سله. هو بيلعب سله. تلعب سله؟ ايه. النشاط كثير حلو، فكره الدمج رائعه بهالاسلوب وبهالطريقه بصراحه كثير حلوه. دمج بهالاطفال كتير كتير منيحين، مع أني كان كتير ناس ما يدمجوا يخبوا أطفالهم، لا بالعكس لازم يطالعوهم يندمجوا مع هالأطفال الباقيين كلهم. أنا كتير مبسوطة مع رفقاتي الكاملين. نحن هون عم نلعب كتير ألعاب ومبسوطين، وهلأ لسه في ألعاب كتير عم تصير لناكل وهيك شغلات. تضمنت المبادرة ألعاباً ورسماً وموسيقى ورقصات ومسابقات رياضية أزالت أي عوائق لدمج الأطفال فيما بينهم لتكون ابتسامة ترسم على وجوه الأطفال.